مصرية وخليجية. النهاردة الوصفة بتاعنا هتكون حلويات، هي اسمها المبروشة، بس انا هعملها انت هتحسي ان هي شبه البسطة كده بتاعتنا مين، بس هي يعني اطعم منها واسهل كمان في الطريقة بتاعتها. يلا بينا نشوف المقادير على طول بتاعتنا ايه. كوباية ونص دقيق، كوباية ونص زيت نباتي، وكوباية ونص سكر ناعم، يعني لو عندكيش سكر ناعم اضربيه خليه بودرة، اهم حاجة انه يكون سكر ناعم مش سكر خشن. معانا هنا رشة ملح، دي يعني يعتبر كوباية مربى، حسب الرغبة، حابة تحطي مربى كتير حابة تحطي بسيط، فدي تبقى حسب الرغبة، ده دي مربى فراولة. وعندك بشر ليمون، دول معلقتين بشر ليمون او ليمونة كبيرة تبشريها، بشر ليمون او بشر برتقال حسب ما هو عندك، انا عندي بشر ليمون. وده بيكنج باودر معلقة صغيرة، او تقدر تجيبي باكو واحد فانيليا، وبيضتين او تلاتة حسب ما تحبي برضو، بيضتين كبار او تلاتة صغيرين. يلا بينا نبدأ كده على طول بسم الله. انا حضرت العجينة بتاعتي اهو، او ممكن تستخدمي الخلاط زي ما تحبي. اول حاجة هتضربيها الزيت والسكر مع بعض ضرب كويس جدا لحد ما تحسي ان السكر داب معاكي خالص. هنضيف الزيت كده اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هضيف السكر، هتشغل اول عشان تحرك. والفانيليا بتجيبي تضرب مع بعض كويس. احضر الدي بتاعي يا جماعه، كوبايه ونص دي ليمون، طبعا الكريم غرق بيها قبلها. احط مش كميه كرافور، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، يعني تحطي نص كيس رشة ملح. هقلب الخليط على بعض وهبدأ أضيفه على الخليط بتاعي بالتدريج كده ايه، والعجينة شغالة، هيديكي قوام عجينة غير العجينة بتعمليها العادية، قوام متماسك جدا، يعني بحيث ان انت تقدري تفردي فوق منه المربى من غير ما ندخلها الفرن. احنا هنفرد العجين في الصينية وهنفرد المربى الأول وبعدين هندخلها الفرن. هشغل العجينة واضيف الدقيق بالتدريج كده. العجينة تقيلة يعني على العجينة، فما تعليش الكرة عشان العجينة تعلي. دلوقتي يا جماعة بعد ما فردت المربى وحطيت تلتين العجينة معايا تلت العجينه، الطريقه العاديه ان احنا نطبها كده او تعمليها شرايط، بس في فكره جديده جات لي، انا طبعا هحاول ادوت شويه دقيق كده عشان العجينه تلف معايا، وهنعملها اشكال هيبقى شكلها مميز وهتعجبك جدا. دي بقت العجين بتاعي اول جماعه، فاضل يعني التلت يعتبر، كان شبه عجينه اللي انا دوت عليها دقيق عشان تلم معايا، يعني شبه عجينه البسكوت بالظبط كده. Yeah.
دي البط يا جماعه بعد ما طلعتها من القالب، هي حتى لسه تخنه اهي زي ما انتم شايفين، ارتفاعها حلو جدا وطريه مش ناشفه اهي. دلوقتي هبدا اقطعها عشان التقديم، هقطعها وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه بعد ما قطعتها بتاع البطاطا مش صعبة جدا، شايفين كده شكلها حلو جدا. ادي القطعة بتاعتي يا جماعة اللي انا قطعتها اهي. انا بس حابة اوريكم العجينة بتاعتها عاملة ازاي، لان هي وانتي بتعمليها تحسي انها شبه البسكوت بس سايبة شوية. احنا بس حطينا شوية دقيقة العجينة اللي شكلنا بيها النجوم دي اللي فوق، لكن العجينة تحت كانت سايبة شوية يعني مش متكنفناها قوي. انا حابه اوريكم ان العجينه بتبقى طريه برده من جوه، ما بتبقاش ناشفه، يعني شبيهه للكيكه شويه اهي. شوفوا يا جماعه الكيكه بتبقى طريه ازاي اهي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه واكتبي لي رايك في الكومنتات واعملي لايك للفيديو، وبالف هنا وشكرا.